ومن رام الله ينضم إلينا الكاتب السياسي خليل شاهين. سيد خليل، تحية طيبة لك. سيد خليل، تعليقك الأول على هذه المبادرة في حال أنها كانت حقيقية. يعني في الواقع لا أعتقد أن هناك يعني مبادرة يعني يمكن أن تتضمن فقط هذه البنود، ربما تكون هناك عناصر مطروحة شبيهة بما تضمنته هذه المبادرة التي جرى تداولها عمليا في الإعلام يعني الإسرائيلي. ثمة اعتقاد بأن هناك في إسرائيل من يدفع باتجاه مثل هذه التسريبات ليثير قضية مهمة، وهي الثمن الذي تريده إسرائيل مقابل إنهاء هذه الحرب، لأن هذه المبادرة في الجوهر تتحدث عن إنهاء الحرب مقابل إطلاق سراح جميع الأسرى والمحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة ولو على مراحل. لكن في المقابل فإن حركة حماس يعني نفت وجود مثل هذا المقترح عمليا يعني وليس فقط. متى نفته؟ لأن في تصريح قبل قليل هناك تصريح لأسامة حمدان وظهر لدينا على الشاشة يقول فيه بأنهم يرحبون بأي مبادرة توقف الحرب. نعم، هناك تصريح للرجل ذاته يقول فيه أنه لا يوجد مثل هذا المقترح يعني، وقد تناقلته يعني فضائيات أخرى يعني قبل نحو ساعة. لذلك لا أعتقد يعني بمعنى أنه يعني مثل هذا المقترح لا يشير على الإطلاق إلى إطلاق سراح أي أسير فلسطيني. لا يمكن تصور أن يعني يمكن أن تمرر يعني صفقة بمثل هذا الحجم دون إطلاق سراح يعني أسير واحد على الأقل. يعني هذا المقترح لا يتحدث عن الأسرى الفلسطينيين في سجون يعني الاحتلال، ولا حتى الأسيرات، ولا حتى الأسرى الذين اعتقلوا ما بعد السابع من أكتوبر. لذلك هذا الأمر غير منطقي. ثانيا يعني لا أحد يعتقد بأن يعني قيادة حركة حماس يعني يمكن أن تقبل بمغادرة قطاع غزة. بمعنى آخر يعني سمعنا يعني عندما عندما تقول بأن قيادة حماس لن أو ترفض الخروج من قطاع غزة، هكذا تسريبات إسرائيلية إذا قابلها رفض لحماس الخروج من غزة، ألا يخلق هذا نوع من الشرخ الفلسطيني الفلسطيني؟ لأنه حينها سيقول الفلسطينيون بأن حماس لم تقدم لهم شيئا لإنهاء هذه الحرب التي هي بالأصل ورطتهم بها. يعني إذا دققنا في الاقتراح فهو يبقي حركة حماس في قطاع غزة بالمناسبة، يعني لا يخرج حركة حماس. لماذا يريد إخراج يعني السنوار والضيف محمد الضيف من قطاع غزة إذا كل حماس ستبقى في قطاع غزة؟ كل الاقتراح غير منطقي، يعني لا أعتقد أن إسرائيل ستقبل. ولكن عند بقاء عذرا عسكريا، عند بقاء هؤلاء المقاتلين بالطبع عند بقائهم من دون قيادة، هذا يعني بأنهم سيسلمون أسلحتهم، سيبقون أناس مدنيين عاديين، لن يتمكنوا ربما من القيام بعمليات أخرى. يعني لا، لست متأكدا من ذلك. يعني السبب في حمل السلاح لدى الفلسطينيين ليس في قطاع غزة. نحن نشهد يعني في فلسطينيين يقاتلون في الضفة الغربية كل يوم، يعني وهؤلاء ليسوا من حماس، جزء منهم من حركة فتح. يعني السبب ليس يعني وجود حركة حماس، سبب وجود الاحتلال الإسرائيلي الذي يدفع الفلسطينيين إلى المقاومة مرة تلو الأخرى. الشعب الفلسطيني يقاتل منذ 70 عام، يعني هذه ليست قضية جديدة، يعني قاتل في الداخل. لا، ما نحن نتحدث عن حماس ولا نتحدث عن كل الفلسطينيين، يعني لكن هذا الحرب ضد الشعب الفلسطيني وليس ضد حركة حماس. هناك 100,000 ضحية فلسطينية في قطاع غزة ليسوا حماس. يعني الحرب ضد الشعب الفلسطيني، التهجير القسري ليس لا يستهدف السنوار ومحمد الضيف. يعني أنا أعجب لماذا الحديث عن يعني إخراج محمد الضيف والسنوار في حين أن إسرائيل تريد إخراج كل قطاع غزة، كل سكان قطاع غزة، وتعمل على تهجيرنا نحن في الضفة الغربية. ولكن يعني إذا كان إخراج هذين الرجلين الذي أصلا تحدثت بداية بعض التحليلات عن أنهم إذا خرجوا بداية الحرب أو استسلمت حماس ربما تساعد في حقن الدماء وربما تساعد في إنهاء الاحتلال، ربما يعني تقوم دولة فلسطينية. يعني إذا كان الثمن هذا هو يعني نحن نستعد يعني كلنا كشعب فلسطيني نقنع السنوار أنه يغادر قطاع غزة حتى تقوم دولة فلسطينية. هذا يعني أنا لا أعتقد أن هذا الكلام منطقي، لا يجوز جرنا. ما هو المنطق أستاذ خليل شاهين؟ أعطينا حل، ما هو المنطق بهذه الحالة؟ المنطق أن هناك احتلال يسبب كل هذه الألام للكل للجميع في المنطقة، يسبب كل هذا حالة عدم الاستقرار في كل المنطقة،
يعني وجود الاحتلال الإسرائيلي هو سبب، ولذلك يجب تركيز الجهود على إطلاق مبادرات من أجل إنهاء الاحتلال. الحل سياسي وليس أمني. يعني حركة حماس خسرت مؤسسها الشيخ أحمد ياسين واستمرت في القتال، خسرت عبد العزيز الرنتيسي وغيره وغيره وغيره، وفتح خسرت ثلاث أرباع اللجنة المركزية لحركة فتح، تم اغتيالهم ثلاث أرباع اللجنة المركزية لحركة فتح، فيهم رئيسها ياسر عرفات، وظلت يعني موجودة وتقاتل. وكذلك بالنسبة للجبهة الشعبية خسرت قادتها، خسرت أمينها. هذا موضوع محل نقاش طويل، لكن للأسف سيد خليل انتهى وقتنا. كنت معنا من رام الله الكاتب السياسي خليل شاهين.